قالوا للحرامي احلف. مثل مشهور كلنا بنسمعه ان الحرامي اللي عنده حاجه مصيبه مخبيها، عنده كارثه عايز يداري عليها، لو قالوا له احلف هيتبسط، يقول خلاص جالك الفرج. قالوا للحرامي احلف، قال جالك الفرج، لانه عايز يحتمي باي شيء حتى لو كان الاحتماء ده بالحلفان. المنافقون هم اكثر الناس احتماء بالحلف، لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن حلف المنافق، عن يمين المنافق، قال ان هو جنه، قال ان هو درع. درع المنافق الحلف، ان هو اسم الله سبحانه وتعالى واليمين بالله سبحانه وتعالى يكون رخيص عنده لدرجة أنه يعتبره بس مجرد وسيلة لحمايته، وسيلة ليتخفى من حقيقته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع كلمات المنافقين. قلنا ان من الحاجات اللي بيتعرف بها المنافق ممكن يرى، اتكلمنا عن رؤيه المنافق، وممكن يسمع لكلام معين ويقول تسمع لقولهم. كلمات المنافق من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا ممكن نعرف المنافق من خلالها، ولا تعرف انهم في لحن القول. من ضمن كلمات المنافق الدرع بتاعه، درع المنافق هو الحلف. ايات كثيره جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى تكلمت عن حلفان المنافقين، في كل موطن، في كل مشكلة، في كل مقام بيتعرضوا فيه لانكشاف أمرهم. وإحنا قلنا أن المنافق دايما مستخبي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هو عايز يستخبى من الناس والناس بيصدقوا الحلفان. المؤمن هيسمع حلفان باسم ربنا سبحانه وتعالى هيصدق، هيعمل إيه؟ وزي ما قلنا قالك، يعني قالوا للحرام احلف، قال جالك الفرج، وهم على طول عايزين الفرج من خلال الحلفان. حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى في سورة المنافقون بيقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، نشهد إنك لرسول الله، نشهد بذلك. وشوف تغليظ الكلام وتغليظ الأيمان. هو حد مكذبك؟ هو حد ادعى أن أنت؟ بس هو حاسس، هو عشان كذاب، عشان عارف أنه هو ما بيقولش اللي هو مؤمن به، بيخالف كلامه حقيقة ما في قلبه، فهو بيزين كلامه بالحلفان والشهادة وتغليظ الأيمان. فقالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. والآية دي تكررت نفس المعنى في سورة المجادلة في قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ولهم عذاب مهين. يعني ربنا قال فقال لهم عذاب، وفي آية تانية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. بس أول الآية واحد، الاثنين ربنا قال فيهم إنهم تدرعوا وتستروا بالأيمان، والاثنين ربنا قال إن ده كان صد عن سبيل الله. واحد هيسأل طب ما يحلف، هو خلاص في نفسه هو منافق مستخبي، فين الصد عن سبيل الله من خلال هذا الحلف؟ نقطة في غاية الأهمية زي ما قلنا تكررت في الآيتين، فصدوا عن سبيل الله، ربط الحلفان الكثير بالصد عن سبيل الله. بعض العلماء قالوا صدوا عن سبيل الله بتعطيل حكم الله فيهم، وسيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. هيقولوا احنا ما كفرناش، بس هم كفروا فعطلوا حكم الله فيهم، وده من الصد عن سبيل الله. كأن تعطيل حكم من أحكام الله ده واحد مرتد، ده واحد كافر، وهو بيدعي أنه مؤمن بس هو ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى فتعطل حكم الله فيه. قالوا أن ده من أسباب أو من معاني كلمة فصدوا عن سبيل الله. بعض العلماء قالوا لا، الصد عن سبيل الله هنا لأنهم بكثرة حلفهم أنهم من المؤمنين، كل شوية يحلفوا أنهم مؤمنين، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كل شوية نشهد نحلف يحلفوا، فالناس بتصدق فبيظن أنهم مؤمنين، بيفتكروا أنهم زيهم، فيفاجأ الناس بأفعالهم، أفعال تنافي الإيمان تماما، أخلاق أبعد ما تكون عن الدين. فيبصوا الناس الله مش دول المؤمنين، هو ده الإيمان، هو ده الإسلام. فيبدأ الناس تصد عن سبيل الله بأفعال المنافقين الذين يحلفون أنهم من المؤمنين. بعض العلماء قالوا في حاجة كمان، إن هما من صدهم عن سبيل الله بالحلفان
أنهم يتدرعون بهذا الحلف ليخلفوا تآمرهم. احنا قلنا المنافقين من الناس اللي بتدس للأمة، بيتعاونوا مع اليهود، بيتعاونوا إذا خلوا إلى شياطينهم، يتعاونوا مع الكافرين، يتعاونوا مع كل أعداء الدين، بس في السر والظاهر أنهم يحلفوا لا ده احنا منكم، إنهم منكم، احنا منكم، ويبدأ يحلف ويزين هذا الكلام من خلال الحلف، ومن هذا يكون صده عن سبيل الله متستر بهذا الحلف. وفي أسباب تانية تخليهم يحلفوا، المنافقين بيحلفوا كتير لأن في حاجات بتخليهم يظنوا إن هذا الحلف هينجيهم من أشياء معينة. مثلا لما يجوا يفعلوا شيء من الأشياء التآمر زي ما قلنا أو التخلي أو التولي أو أي سبب من الأسباب اللي هم معروفين أو الأشياء التي يفعلونها، فتلاقيهم يحلفوا ليعرض المؤمنين عنهم. ربنا قال كده في آية من الآيات: سيحلفون لكم بالله لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ربنا بيقول أعرضوا عنهم، هم بيحلفوا عشان كده، عشان تبعدوا عنهم العقوبة، عشان يعني الحاجة اللي تسببوا فيها زي ما ربنا قال في آية تانية: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. هم عملوا مصيبة، عملوا كارثة، عملوا حاجة بتستوجب عقوبة، فهو عندهم مشكلة، هم دلوقتي هيترتب مآلات، هيترتب حاجات عواقب على الفعل ده، طب نعمل إيه؟ جالك الفرج، قالوا الحرام يحلف، نبدأ سيحلفون لكم لتعرضوا عنهم، سيحلفون لكم بالله لتعرضوا عنهم، فاعرضوا عنهم، ربنا قال خلاص صدقهم، إنهم رجس، هو لا يستحق إن أنت تحطه في دماغك أصلاً. يجي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردنا، ولازم يحلف، لازم الجنة، لازم الدرع، إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ربنا يعلم إن ده كله حلف، ده كله كذب، ده كله دروع، لكن هو يريد أن ينجو من خلال الحلف. يبقى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، خلاص عايزك تعرض عنه، عايز ينجو، عايز يطلع من المصيبة اللي عملها. في سبب تاني يخليهم يحلفوا برضو، إن هو الحلف ده يزين الأعذار والأشياء اللي هم بيجوا يقولوها عشان إن هم ما خرجوش أو إن هم ما بذلوش أو إن هم ما ضحوش في سبيل الله سبحانه وتعالى. هم جايين مثلا في غزوات كثيرة حصلت، وخصوصا في غزوة تبوك، جايين ما يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم مش قادرين يطلعوا عشان أسباب معينة، فييجوا يقولوا: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم. هم بيهلكوا أنفسهم بهذا الحلف الكاذب، هم مش عايزين يخرجوا، مش عايزين يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين يطلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فييجي يقول لك: والله احنا ما استطعناش. طب هو كل شيء ظاهر يدل ان هو مستطيع فعلا، هو كان مفروض يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بس ما خرجش، طب يعمل ايه؟ يحلف، يحلف برضه، يجي ينجو من خلال الحلف. دي كلها اسباب بيحلفوا لأجلها، بيحلف عشان الناس تفتكر ان هم من ضمن المؤمنين، زي ما قلنا: سيحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، هم خايفين وجبناء وبعاد، لكن هو عايز يحسس دايما الناس ان هو منكم. السبب الاساسي بقى اللي بيحلفوا لاجله، الاكتر حاجه بتخليهم يحلفوا، الحاجه اللي قلنا انها بتجمع خلق المنافقين، ان المنافق عبد لمصلحته، عبد لهواه، عبد للمنافع العاجله اللي بتترتب على افعاله، وبالتالي هو عايز الناس المؤمنين مثلا لو هم اللي ليهم الدوله او ليهم القوه او ليهم الشان زي ما حصل في المدينه، وده بدايه ظهور المنافقين، فعايز المؤمنين دول يرضوا عنه، هو انشغاله برضا الناس وليس برضا الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا انهم يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي ايه ثانيه ربنا بعدها بيقول بعد ما يذكر انهم يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، فربنا بيقول: والله ورسوله احق ان يرضوه. فكره السعي لرضا الناس، ودي بقى بتاخدنا من المنافق الصريح لخلق من اخلاق النفاق، زي ما قلنا النفاق خصال، ممكن بعض هذه الخصال تصيب بعضنا، واحنا اصلا بنتكلم عن المنافقين وعن خشب مسنده اللي احنا بنتكلم عنها من اول عشان نقيس على انفسنا. فنيجي بقى للقضيه دي، بقى قضيه الرغبه في رضا الناس سواء بحلف او من غير حلف، ان الانسان يكون انشغاله الرئيسي
بإرضاء الخلق، بصورته قدام الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله ورسوله أحق أن يرضوه. انشغال الإنسان برضا الله سبحانه وتعالى هو ده الفارق الحقيقي بين الصدق وبين الكذب، بين النفاق وبين الإيمان الخالص. انشغال الإنسان بما ينفعه هو رضا الناس. لو جينا نقول مثلا وهو بيقول ان هو اصلا غايه لا تدرك، والصحيح ان هو ليس غايه وليس يدرك، رضا الناس غايه لا تدرك، والحقيقه ان هو ليس غايه اصلا. فنيجي نفكر، طب انا الناس كلها راضيه عني، زي ما كان احدهم بيقول فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. قضيه رضا الناس دي هتفرق معاك في ايه؟ يعني الانسان اللي شاغل نفسه قوي بهيئته بسمته، بان الناس تقول عليه انسان صالح، بان الناس تقول عليه انسان فاضل، بان الناس تقول عليه انسان تقي، بان الناس تقول عليه انسان عابد، لو انت مش كده في الحقيقه ده هيفيدك بايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه دي فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هم ارضوا الناس، هم حلفوا حلفان كثير جدا ادى ان الناس قد ترضى عنهم مرحليا، هتصدقهم، هتصدق حجاجهم وهتمنع عنهم العقاب وهتعرض عنهم كل الآيات اللي قلناها دلوقتي اللي زي ما قلنا كثيرة جدا في شأن المنافقين وعلاقتهم بالحلف. فحصل اللي هم عايزينه، تحقق، أعرض الناس عنهم، ممكن يكونوا راضوا كمان على الكلام اللي قالوه على الحلفان وصدقوهم، ممكن يكونوا نجوا من العقوبة، ممكن يكونوا استطاعوا أن هم يتأمروا، استطاعوا أن هم يدسوا للمؤمنين، ممكن هم كل الأسباب اللي فعلوها أو الفعل لأجلها هذا الحلف وهذه الأيمان المغلظة حصلت، وبعدين وربنا لم يرضى، تبقى إيه القيمة؟ إحنا محتاجين وإحنا بنشوف حلف المنافق وحرصه الشديد على إرضاء الناس أو النجاة من العقوبة العاجلة أو العواقب اللي بتترتب على أفعاله، إن إحنا نسأل نفسنا، هو أنا برضو كده؟ هو إحنا برضو عندنا الخصلة دي، خصلة السعي لإرضاء الناس مهما كانت العواقب، مهما كان الثمن، حتى لو كان الثمن ده يمين الله سبحانه وتعالى. الناس اللي بتحلف كتير في التجارة، في الأعمال، في العلاقات الإنسانية، في التعامل، كل شوية يحلف حتى لو محدش سأله، حتى لو محدش كذبه. يا ما هو حد قالك انك بتكذب؟ هو حد قالك ان انت محتاج ان انت تقعد تحلف الحلفان الكتير ده؟ لا، هو عنده مشكلة، عنده مشكلة انه دايما عايز يزين صورته أمام الناس، لأن انشغاله الرئيسي برضا الناس، وده أصله خلق من أخلاق النفاق، طبيعة من طبائع المنافقين، درع المنافق اللي بينجو بيه، اللي بيحاول من خلاله انه يكذب حقيقته، انه يزين حقيقته، وانه ينجو من عواقب هذه الفعلة، حتى يصل الى محك تعود الحلف بالله لدرجة انه حلف لله. آية من اخطر الآيات اللي المنافقين ذكرت في شأنهم، ان هما بيحلفوا حتى في الآخرة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. تخيل أن يوصل بي الاقتراء وتصل بي درجة التعود على الحلف، أنه هو يوم البعث، يوم ما يبعثهم الله يحلفوا لربنا، وصل لمرحلة من الكذب على نفسه لدرجة أن هو بقى الحلف ده حاجة بيعملها من غير ما يشعر، وده للأسف بيحصل من بعضنا، تعود الحلف وأصبح على لسانه على طول يمين ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة أنه هو وصل أنه هو كذاب، وعارف أنه كذاب، وعارف أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه كذاب، ومع ذلك تعود الحلف لدرجة أنه صدق نفسه. ودي من الحاجات اللي في منتهى الخطورة، أنك أنت تفضل تكذب وتكذب وتتحرى الكذب حتى تكتب عند الله كذابا، وحتى تصدق كذبك. في ناس مصدقه كذبها، في ناس بينسى في الاول، في قصه مشهوره كده اللي هي بيسموها في الاخر برضو مثل شعبي، يقول لك احنا دفنينه سوا. دفنينه سوا دي قصه ان هم مش عارف، كان اتنين دفنوا الحمار بتاعهم، كانوا ماشيين في صحراء فالحمار هلك من العطش، فبعد ما دفنوه قعدوا يبكوا، فالناس افتكرت ان هم بيبكوا على قبر حد من الصالحين، فجاءوا قعدوا هم كمان يبكوا عليهم. انتوا عارفين الناس بتحب بقى القبور ودعاء القبور وما الى ذلك، وفي الاخر بداوا ياخدوا نذور من وسموه اسم معين كده مش هنقوله، مش مهم ان احنا نقوله. وبعدين قعدوا كل ما هيجي حد يحط النذور ويحط الاشياء بتاعتهم، فاختلفوا الاثنين، اختلفوا مع بعض، فواحد منهم حلف براس سيده اللي هو اللي مدفون ده، فقالوا انت بتحلف بايه؟ ده احنا دافنينه سوا، احنا عارفين ده ايه. القضية هنا ان واحد ممكن من كتر ما كذب صدق كذبته. بعضنا بيعيش حياته في الكذب، بيعيش صورة معينة
وينسى ان هو من حقيقته من جواه، انا عارف ان انا مش كده، انا عارف ان انا مجرد واجهه. فيبدا من كتر ما حلف، الايه دي في منتهى الخطوره، ان هم وصلوا بيهم ان هم صدقوا نفسهم. عشان كده ربنا بيقول ويحسبون انهم على شيء، ده افتكروا ان هم على شيء، ده صدقوا نفسهم فعلا، ده وصلوا ان هم بين يدي الله يوم البعث، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ده الموضوع تطور، ده بيحلف لربنا، بيحلف لربنا ان هو صادق وهو كاذب ويعلم انه كاذب، بس وصل بيه التصديق، وصل بيه الانغماس في الحلف ان هو صدق نفسه. الحلف قضيه في منتهى الخطوره، وسببه الاخطر منه النظر لرضا الناس وليس رضا الله. وربنا يلخص الله ورسوله احق ان يرضوه، بس بشرط، قالوا ربنا سبحانه وتعالى ان كانوا مؤمنين، وهم ليسوا بمؤمنين بل هم من المنافقين، لذلك يحلفون ولذلك يسعون لارضاء الناس. اما انت ايها المؤمن انت مش مضطر لده، انت مطلبك الرئيسي ان ترضي الله سبحانه وتعالى، وهو لا يريد منك حلفا، يريد منك صدقا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.